بونجور. بونجور. ما توقعتك هون، شو امتى اجيت امبارح؟ شغل بالي عليك. اجيت تقريبا وش الصبح، كان طريف فايق، اخذ مني مفتاح السيارة وطلع من البيت. وش الصبح؟ ايه وش الصبح وبالبيجامة. ايوه معناها نام بالمكتب. بشو زعجتي؟ انا بشو بدي ازعجه؟ يعني هو صاير حساس وما بتحمل كلمة على بعضه. يعني هو إله بالعادة يطلع برات البيت وش الصبح وبالبيجامة؟ صراحة لا، هي أول مرة. معناتها طفح الكيل. خفي عليه شوي خوخة، خفي عليه، طريف ما بيستاهل لك الخير. معك حق، يبعت لي حمى شو تحمل مني هالفترة. إنه معقول أنا التانية ما أسألني؟ بتعرف شو؟ أنا عم فكر روح لعنده على المكتب وأخذ له تياب، مو معقول يداوم بالبيجاما. إيه؟ ليش لا؟ بس بهالحالة أنا صفيت بلا سيارة. ليش طالع من البيت أنت اليوم؟ إيه بدي روح لعند دكتور أسنان زينة، يعني بدها تكمل لي الفايل، تزبط لي إياه لحتى أخذه معي لهنيك على إسبانيا مشان أكمل العلاج. لكان أنا عندي فكرة، رح أعطيك سيارتي وانزل لعنده بتاكسي، هيك هيك أنا مقررة ما أرجع غير معه. خلص ضل السيارة معك. جود. منيح. وهور يا ابو الهوارة دبرها وما لها دبارة، ناس بتمشي لقدام وناس بترجع لورا.